حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم اليوم برنامج سيدتي. الكثير من الموضوعات المتنوعه اللي راح نحكي عنها بالتفصيل مع ضيوفنا المميزين واكيد جوله سريعه على اخر الاخبار بتداولها. حياك الله يا مها. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير رؤى اكيد، ومساك الله بالخير مشاهدينا. حلقه متجدده من برنامجكم المميز برنامج سيدتي، متحمسه كثير على هذه الحلقه لما فيها من عناوين وضيوف متنوعين. إذا ما هم خير ما نطول على المشاهدين ونطلع نشوف أبرز العناوين. ضحايا إدمان المخدرات من ذويهم، هل جعل تجميل الأنف الجميع متشابهين؟ قول رأيك، ما هي أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك؟ حكاية فارس، طفل مصاب بالتوحد وعاشق للديناصورات. إذن مشاهدينا نبدأ حلقتنا بآخر الأخبار المتداولة، وفي أول أخبارنا اليوم شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله مساء أمس في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 والذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، وهي المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي في العاصمة الفرنسية باريس. متحمسين كثير أكيد لاستضافة إكسبو 2030 في عاصمتنا عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. طبعا في خبرنا التالي مشاهدينا، أوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق ربيعة ترحيب المملكة واستعدادها لأكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من 160 دولة حول العالم، وجاء ضمن هذا الفيلم السينمائي الترحيبي بضيوف الرحمن واللي نشرته الوزارة عبر حسابها في تويتر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم. إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم. في الحج رحلة وارتحال وقصة أمنيات ودعوات يجيش بها خاطر كل آت من الفج العميق، وآماله معلقة ببلوغ البيت العتيق ليشهدوا منافع لهم، وهي منافع عديدة يسرها الله لضيوفه وشرف بها الطواقم السعودية لتقدم كل معاني الراحة واليسر والحج المبرور في كل صعيد من المشاعر الطاهرة، حيث شبكة الطرق والقطارات وحافلات النقل الترددي والبنية التحتية المتكاملة لتصنع للحجيج روحانية وأمانة ومشاعر سرور تبقى في ذاكرتهم مهما تعددت اللغات وتباينت الحاجات. وقد سخرت قيادتنا منظومة متطورة من الخدمات والتجهيزات الصحية والأمنية والمدنية وبقدرات سعودية متميزة، وذلك في جميع المشاعر وخصوصا في مشعر منى والتي تعد أكبر مدينة خيام في العالم، كما نعمل لراحة ضيوف الرحمن وتحقيق تجربة ثرية في الحج. هذا العمل ليس وريد هذه الأيام، بل هو جهد سنوات بذلت فيها كل الممكنات لتحقيق راحة الحجاج مراعية كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. ختاما نسأل الله أن يتقبل حجكم
وأن يجعله مبرورا ميسرا. أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض معرضاً نوعياً متخصصاً يضم مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة والصور والمسكوكات والمنمنمات من مقتنيات المكتبة التي تتناول شعيرة الحج، كما تعرض الحرمين الشريفين وترصد أماكن أداء شعيرة الحج من الكعبة المشرفة إلى منى والوقوف بجبل عرفات، وأيضاً تبين أهمية مواقع الحج وفضل مكة المكرمة والمدينة المنورة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. مكتبة الملك عبد العزيز العامة احتفلت كثيرا بالحج، وعملنا معارض في معرض في المتحف البريطاني عن الحج، وكذلك في معهد العالم العربي في باريس، وأيضا تم مساهمة المكتبة والإشراف على أعظم فيلم أنجز عن رحلة الحج، فيلم آي ماكس. هذا المعرض نقيمه في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمناسبة قرب موسم الحج، وهذا التجمع السنوي العظيم هو أضخم تجمع سنوي عالمي ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من جهود عظيمة لاستمرار رعاية المملكة وتطوير الخدمات والقيام بكل ما يمكن القيام به لخدمة الحرمين الشريفين. هذا المعرض هو جزء من مسؤولياتنا الوطنية، ونحن نعمل على أن يكون من المعارض المستمرة والتي تواكب الإنجازات التي تحققت في المملكة العربية السعودية. والحمد لله هذا المحتويات المعرض يحتوي على مواد ثرية جدا تعطي الزائر فرصة عن تطور الجهود في مراحل توحيد المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها وفي العهود الماضية والعهد الزاهر، ونحن نشعر بالفخر والسعادة أن تكون هذه المحتويات من ملك مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وتساهم في هذه المناسبة الدينية العظيمة التي هي شرف لكل سعودي أن يقوم على خدمتها وأن يساهم بما لديه في سبيل إبرازها للمسلمين وللعالم. شكرا لمكتبة الملك عبد العزيز العامة على هذه المبادرة الجميلة واللي فعلا فريدة من نوعها، واللي يمكن الكثير راح يكون مهتم، واحنا مهتمين اكيد انه احنا نشوف هذه الاشياء او المقتنيات القديمة واللي تقتنيها المكتبة. طبعا راح ننتقل الى هذا الخبر ايضا معكم مشاهدينا، وجائزة اليونسكو الفوزان الدولية، وهي اول جائزة سعودية في اليونسكو تكرم وتشرف تشجع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. أعلنت بالأمس عن 5 أسماء من علماء من حول العالم لهم مساهمات بارزة في مجال العلوم والأبحاث التقنية. للوقوف على هذا الخبر معكم مشاهدينا وهذه الجائزة السعودية الدولية، يسعدنا أن ينضم لنا عبر سكايب مشاري النعيم المشرف العام على جائزة الفوزان اليونسكو الدولية. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ مشاري، وخلينا أيضا نتكلم عن هذه الجائزة واللي فريدة من نوعها، أو يعني أول مرة نسمع فيها الأمانة عن نفسي، أول مرة أسمع في اليونسكو الفوزان الدولية. نبيك تعرفنا بهذه الجائزة وأهدافها إذا تسمح. نعم، في البداية وش شكر على الاستضافة، وأعتقد أنه يعني هذه الجائزة فعلا فريدة من نوعها، لأن هي أول جائزة سعودية في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات حتى على مستوى العالم كأول جائزة في هذه المجالات، لكن هي أول جائزة سعودية في اليونسكو. فكرة الجائزة طبعا بدأت يمكن في 2018، وتم تقديم طلب إلى منظمة اليونسكو لإنشاء جائزة من مؤسسها، طبعا مؤسس الجائزة الأستاذ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان. هدفه الأساسي كان يعني
الاهتمام بالعلماء الشباب في العالم العربي، طبعا بالتفاهم مع اليونسكو تم توسيع الاهتمام الى جميع مناطق العالم. الحمد لله تمت الموافقة بالإجماع وبدون أي اعتراض في عام 2021 في أكتوبر من قبل المجلس التنفيذي، طبعا هو أعلى سلطة في اليونسكو. جميع القرارات اتخذ في المجلس التنفيذي اللي يعقد مرتين في السنة في أبريل وأكتوبر. حنا الحمد لله في أكتوبر 2021 وبالتحديد 19 أكتوبر 2021 تم الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذي على تأسيس أول جائزة سعودية في اليونسكو. جميل. طيب احنا نتكلم اليوم عن 5 فائزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، إذا في مجال تكلمنا عن أبحاثهم أكثر. طبعا صعب الواحد يتكلم عنه بالتفصيل، لكن الحقيقة التركيز على 5 فائزين لتمكين مناطق اليونسكو 5 في العالم، في العالم العربي، أفريقيا، أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية وآسيا والباسيفيك، المقصود طبعا آسيا والباسيفيك إضافة لأستراليا ونيوزيلندا. أبدأ بالبحث يعني أو الفائز للعالم العربي يعني عفوا استاذ مشاري ولا اقطع كلامك، بس يعني عشان بس نبغى نسمع كل المشاهدين بصوره اوضح الصوت او الباك جراوند اللي عندك اذا تسمح، لكن فعلا يمكن جائزه زي كذا يعني فريده من نوعها او مهمه مهمه جدا دوليه سعوديه، فيعني الشكر الجزيل لكل القائمين على هذه المبادره الحلوه واللي فعلا يعني الان تعكس رؤيتنا وتعكس مملكتنا وتعكس أهدافنا رأوا مشاهدينا. فلذلك خلينا نرجع للأستاذ مشاري عشان بس نكمل الحديث. تفضل أستاذ مشاري معك. نعم، يعني الحقيقة المواضيع متنوعة لأنها يعني نتكلم عن ستيم اللي هو في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. احنا أثرنا أنه الدورة الأولى لأنه هي كل سنتين طبعا تقدم ومجموع جوائزها تقريبا 250,000 دولار 50,000 دولار بكل فائز، فالتنوع كبير. الحقيقة الفائز أحد الفائزين قدم رقائق يعني الاتصال شبه يعني موصلة، هذا الفائز الحقيقة من منطقة العالم العربي. جميل. أحد الفائزة من الصين حقيقة قدمت بحث مهم جدا لدراسة الدي إن إيه الإنساني والبحث عن أصول الإنسان المبكرة، وهناك دراسات عن الحمض النووي ساعدت في تطوير الزراعة. أعتقد أنه هذا البحث اللي قدم في من أوروبا وأمريكا، وكذلك البحث اللي قدم في من أفريقيا هو في الرياضيات وسوف يساعد بشكل كبير في يعني التعامل مع كثير من القضايا البيئية والصناعية. جميع الأبحاث الحقيقة لها تأثير مباشر، تأثير يعني أستاذ مشاري بالحديث عن هذا النوع من الجوائز اللي تركز على العلماء وعلى أبحاثهم، وأيضا يعني نتكلم هنا عن دور المملكة في دعم البحوث بشتى مجالاتها العلمية والتقنية المختلفة. أكيد نشكر مداخلتك معنا. زي ما كنا نحكي مها عن أهمية ارتباط نتكلم الفوزان الدولية باليونسكو وأيضا دعمها بجوائز قيمة تدعم فيها العلماء، هي قديش ممكن تشجع بناتنا وأبنائنا في المستقبل، وأيضا هناك أيضا استعدادات أخرى لعام 2025. خلينا نروح في خبرنا الثاني، وأيضا هو خبر يعني متصل في إنجازات جديدة تضاف لإنجازات بناتنا وأبنائنا حول العالم، حيث حقق المبتعث السعودي من جامعة الملك خالد الدكتور محمد العفيف المركز الأول في جائزة هانس كوبال لأفضل علاج متكامل لحالة معقدة في استعاضة وزراعة الأسنان على مستوى أطباء الولايات المتحدة. إذن حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور محمد الفيفي الفائز بالمركز الأول في جائزة هانس كوبال. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أول شيء نقول لك ألف مبروك فوزك بالجائزة، وحابة في البداية تحكي لي عن مشاعرك. الله يسلمك إن شاء الله وشكرا لك. مشاعري مشاعر طيبة، مشاعر سعيدة بهذا الإنجاز المقدم لوطني الكريم.
مشاعر الشخص عندما يعني يفوز بجائزة يقدمها لوطنه ويهديها لولاة أمره ولكل من دعمه خلال هذه المسيرة. نعم، كلمنا شوية عن المنافسة، كيف كانت؟ المنافسة حقيقة كانت جدا قوية، كانت ما بين أطباء الإقامة في أمريكا وكندا، كل يقدم الحالات اللي عملوها خلال فترة الزمالة والتخصص الدقيق، بعدها تدخل على لجنة تبع جمعية الاستعارة السنية للباسيفيك كوست ويقيمون أفضل حالة تم علاجها وتم عمل خطة علاجية لها بشكل متكامل خلال هذه الفترة. نعم دكتور، أيضا يهمنا أنه تشرح لنا أكثر عن هذا العلاج أو العلاج المتكامل اللي اسمه استعاضة وزراعة الأسنان، ليت لو تشرح لنا والمشاهدين أكثر وش معناته؟ استعاضة وزراعة الأسنان معناها هي عملية وضع زرعة سنية داخل العظم أو مسمار، ما يسمونه بشكل عام مسمار سني داخل العظم. نعم. مسمار طبي، ثم بعد ذلك عمل استعاضة أو تلبيسة سواء ثابتة أو متحركة على حسب احتياج المريض فوق هذه الزرعة. طيب ممكن تكلمنا أكثر عن ما هو جديد في طب الأسنان وما أهمية تجربتك العلاجية في مجال الأسنان؟ الجديد في طب الأسنان صراحة تخصص يتحدث بشكل مستمر. طب الأسنان تخصص حاليا، طب الأسنان الرقمي هو التخصص الشائع، بتقدم المواد، بتقدم الخطط العلاجية، بتقدم طريقة عمل هذه المواد، حيث أصبحت حتى المراجعات العلاجية قلت من 4 أو 5، أصبحت ممكن المريض يحصل على علاج متكامل خلال زيارة واحدة. كذلك الاستشفاء ما بعد الجراحات أصبحت بنسب عالية، خصوصا مع الزراعة أصبحت نسب النجاح تصل إلى 98% إلى 100% أحيانا في بعض الحالات. هذا كله تقدم في طب الأسنان. طبعا يعني أنا أعتقد طب الأسنان هو من الأشياء المهمة جدا ويعني متشعب جدا هذا المجال دكتور، لذلك نبي نعرف خططك العلاجية إن شاء الله في المستقبل أو القادمة في هذا المجال، إيش ممكن تكون؟ بحكم تخصصي حاليا الدقيق في زراعة الأسنان وطب الأسنان الرقمية، أنا حاب أنقل التجربة اللي مريت فيها هنا في خلال ابتعاث طب الأسنان الرقمي إلى أرض الوطن، بنقل التجربة كاملة من خلال المواد ومن خلال الخطط العلاجية حتى يحصل المريض على دقة وجودة وسرعة في العلاج، وهذا يكون مريح للمريض ومريح للطبيب في نفس الوقت. لما أنا فخورين جدا فيك دكتور محمد الفيفي والفائز بالمركز الأول في جائزة هانس كوبال، شكرا لك وكل التوفيق. عقدت هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة مؤتمر صحفي مساء أمس للإعلان عن مهرجان الرياض المسرحي، وهو الحدث الأول من نوعه ويستهدف دعم وتعزيز ثقافة المسرح في المملكة انطلاقا من الرياض. وخلال هذا المؤتمر تم إطلاق مبادرة المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة التعليم، واللي يستهدف لتدريب وتأهيل 25,000 معلم ومعلمة سيقومون بدورهم بتطوير وتمكين المواهب الوطنية في المدارس. المزيد من المهرجان أو عن هذا المهرجان نقلتها لنا عهود أنفعي، خلونا نشوف. المهرجان يعني بيبدأ من بكرة استقبال النصوص، استقبال طلبات أو مشاريع الأعمال المسرحية. بعد الفرز الأولي سيتم اختيار 20 عمل اللي ستدعم، وبعد ما تنتج وتعرض أيضا سيتم لجنة مشاهدة ستقوم باختيار 10 لتكون مؤهلة للمسابقة. القطاع الخاص ممكن نشارك، أنا أعتقد أنه في فرصة كبيرة للقطاع الخاص، لأنه هذا العمل سيكون متاح لقطاع واسع من الجماهير في مختلف مناطق المملكة. فأنا أعتقد مهم للقطاع الخاص أنه يبرز علامته التجارية مع العمل الثقافي بهذا الحجم. الأكاديمية ستقدم درجات علمية بالتأكيد، لن تكون بديل عن الابتعاث، ولن تكون أيضا منافسة للأكاديميات أو الكليات أو التخصصات التي ستنشأ في الجامعات الأخرى، لكنها ستقدم تعليم تطبيقي
يتيح للخريجين أن يكونوا قادرين على العمل مباشرة في سوق العمل ومؤهلين لذلك بالتأهيل العملي الكامل. الأكاديمية يعني عملت شراكة أكاديمية دولية مع الأكاديمية الأمريكية للمسرح اللي أمدا، وهذه الأكاديمية مشهورة من خريجيها يعملون مباشرة في أهم المسارح وفي في الولايات المتحدة. في رسوم طبعا، لكن في عندنا مجال للابتعاث الداخلي، وأنه الهيئة ممكن تتحمل رسوم بعض الطلاب. المهرجان سيقام إن شاء الله من 12 ديسمبر إلى 24 ديسمبر، سيكون 12 يوم بالنسبة للمهرجان، لكن سيكون في مرحلة أولية ومرحلة نهائية. المرحلة الأولية تبدأ من غدا، هي استقبال المشاركات، وبعد القبول لهذه النصوص وهذه الفرق سيتم عملية الإنتاج لمدة شهرين، وتعرض في شهر أكتوبر 20 عمل في أغلب مناطق المملكة. بعدها تأتي لجنة أخرى وهي لجنة المشاهدة لتختار أو ترشح أفضل 10 عروض للمسابقة الكبرى، وها تبدأ في 12. في هالحالة صار عندنا الأهداف التي قام عليها المهرجان تواجدت، ألا وهي التمكين والقدرة على عمل مسرحي متكامل في أي منطقة في المملكة، دعم للشباب والمواهب الشابة وصقلها ومتابعتها. هذا العنصر الثاني خلصناه من المرحلة الأولى، والعنصر الثالث من الأهداف هي زيادة الوعي بالنسبة للجمهور المسرحي. مشاهدينا، ونروح لخبرنا الثاني، حيث أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس بالشراكة مع شركة ميتا، والتي تمتد لتسعة أشهر بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض. ويعد هذا المعسكر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الميتافيرس وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. الله، يعني قديش فخورين عاصمتنا. أنا قاعدة أشوف الرياض اليوم، يعني كلنا قاعدين، شو العالم كله قاعد يشوف الرياض ويلتفت للرياض. قد إيش قاعدة تصير أحداث، قد إيش قاعدة تصير معسكرات، قد إيش قاعدة تصير أكاديميات، قد إيش قاعدة تصير يعني أشياء عالمية كانت في السابق يمكن كنا نشوفها في دول مختلفة أو كنا نروح لها أو كنا نتعناها. صحيح. لكن اليوم أصبحت الرياض يمكن أو مو يمكن ألا أكيد أصبحت الرياض من أهم الوجهات الثقافية العلمية التنافسية، خلنا نقول في هذه الأشياء الجميلة. طبعا بناء على الخبر اللي أنت قلتيه كمان رؤى، تتكون هذه المعسكرات أو معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عدد من المسارات في مختلف المجالات، واللي تستهدف إلى تعريف أو التعريف بمفهوم الميتافيرس. يعني أنا جدا فخورة، يعني كل خبر قاعدين نقوله هذه الأيام أو كل خبر هذه السنوات اللي راحت، وفي لمح البصر ما شاء الله تبارك الرحمن إحنا قاعدين أو الرياض اليوم قاعدة تنافس نفسها فعلا بهذه الإنجازات وهذه الأشياء الجميلة والعظيمة واللي قاعدين نحققها يوم ورا يوم. نتكلم عن 9 أشهر مها تكون متخصصة في العالم الافتراضي، وأيضا تعزيز العالم الافتراضي بأعلى المعايير وأعلى أعلى جودة تكون، حيث بنعرف إنه المستقبل الآن صار مستقبل تقني بطبيعة الحال، والتقنية وعالم التكنولوجيا قاعد يتطور بشكل سريع. زي ما بتقولي أن بدل ما كنا نطلع لبرا ونتعلم وناخد دورات، الحين صار مقرها هنا عندنا في السعودية. في نفس الوقت بنعرف أنه اللي قاعد يصير خلال هذه السنوات هو من باب التطور والازدهار وأكثر نمو لهذا المجتمع، شباب وبناتنا، بالإضافة إلى ذلك كيف راح ينعكس عليه وعلى صورة المملكة عالميا. صح، وهذا يدل على شيء، يدل على حكمة قيادتنا الرشيدة، وأيضا طموح شبابنا وبناتنا اليوم، واللي فعلا ما يوقفهم شيء، وكل المجالات وكل المسارات خلنا نقول اللي موجودة أو المطروحة
كلهم قاعدين يبدعون فيها. وما خلصنا ترى أخبارنا عن الرياض وعن مملكتنا كمان، هذا الخبر حيث حققت المملكة المرتبة 17 عالميا من أصل 64 دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم لتصبح من الدول 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابعة للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD. يعني يتكلم عن تقدم المملكة لسبع مراتب عن نسخة 2022، تقدمت أيضا على دول من اللي تعتبر هي في مصاف الدول القوية اقتصاديا وغيرها. نتكلم مثلا عن كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان وإيطاليا والهند والمملكة العربية المتحدة، عفوا المملكة المتحدة، الكثير من الدول. بنعرف زي ما كنت بتقولي في الخبر اللي فات مها إنه في رؤية واضحة، في هدف، هي ليست مجرد أحلام، ليست مجرد صحيح. رؤى، إنما هي أهداف وبتمشي بخطوات مدروسة، وإن كانت خطوات يعني متتالية، إنما مهم جدا إن الواحد تكون كل خطوة قاعد يخطوها هي خطوة في محلها وثابتة. لأن شعبنا كفو، شعبنا كفو، والله شعبنا كفو، شبابنا كفو، بناتنا كفو، ويعني احنا وفعلا احنا اذا قلنا شيء نسويه ونسويه على اكمل وجه ونسويه بطريقه ممكن كل العالم تلتفت زي ما قلنا وتحاول انها تمشي على خطانا. بهذا الخبر مشاهدينا انتهت جولتنا الاخباريه لليوم، نشوفكم ابغى اختم، كنت لا اختم، نشوفكم بعد الفاصل مشاهدينا، فاصل قصير. بعد الفاصل، ضحايا إدمان المخدرات من ذويهم. تأثير المخدرات لا يقتصر على المدمن فقط، بل يتجاوز المدمن ويصل إلى أسرته واللي تتأثر معه بشكل كامل، سواء من آثار أو أضرار نفسية، جسدية أو حتى اجتماعية. اليوم مشاهدينا راح نستعرض بعض القصص المؤلمة من أرض الواقع لأشخاص ماتوا وهم أحياء، ليس لأنهم مدمنين بل لأن هناك مدمن في المنزل. ينضم لنا في هذه الفقرة الدكتور هشام العسلي، مستشار في العلاقات النفسية والأسرية. حياك الله دكتور هشام. الله يحييك أستاذة مها، شكرا أستاذة رؤى، وشكرا لقناة روتانا لهذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أنه الكلام اللي حنقوله اليوم فعلا يوصل لكل أسرة وينتبهوا كويس للمرحلة القادمة. طبعا واحدة من الأشياء المهمة جدا من القرارات اللي جعلتني في يوم من الأيام كده أقوم وأصيح وأرقص على قولتهم أوكي، إنه لما صارت الحملة الأخيرة حقت المخدرات صحيح. من أول القرارات اللي صدرت إنه لابد على كل زوجة وكل زوج وكل فرد من أفراد الأسرة اللي يعرف إنه داخل الأسرة في متعاطي أن يبلغ، وإن ما بلغ هو راح يكون مسؤول عن هذا، يعتبر متستر، يعتبر متستر عليه. ليش؟ ليش الدولة اتخذت مثل هذه الخطوة؟ احنا بنشوف في الأفلام احيانا، سواء الأفلام سواء الأجنبية او حتى العربية، انه اي أسرة غالبا بيكون فيها مدمن مخدرات دائما يكون داخل الأسرة ضحية. صحيح طبعا. ايوه، والضحيه مين بيكون غالبا؟ البنت او الولد، والاغلب البنات. لما نيجي نتحدث عن العالم كله، انا ما بدي اتكلم عن فقط داخل السعوديه ولكن العالم العربي وخارجه ايضا، وبنشوف في الافلام انه قديش في اباء او 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 اخوان الضحيه البنت، انه لما يكون محتاج فلوس او محتاج الى جرعه مخدرات او الاشياء هذه كلها، مستعد ان هو يضرب، مستعد ان هو يغتصب اوكي. وياما مرت علي حالات اغتصاب اب لبنته وينام معها كما ينام الرجل مع زوجته. وجاتني حاله والله العظيم هذه ما انساها، تكره الدين الاسلامي وتكره حاجه اسمها صلاه، لانه وقت اغتصاب والدها لها كان يؤذن الفجر، كانت تسمع الأذان. تخيلي عندما يتخزن في عقل هذه الفتاة اللي عمرها 8 سنوات، كان عمرها 8 سنوات، لما يتخزن في عقلها الباطن أذان الفجر أثناء عملية اغتصاب،
تخيلي كل ما يؤذن الأذان إيش حيصير فيها؟ تتذكر اللحظة. طيب تخيلي عندما تغتصب البنت تمام من أخوها في الدهليز حق المنزل، تخيل لما تمر من كل طالعة ودخلة من هذا البيت إيش حيصير فيها؟ طيب. تخيلي لما تغتصب البنت في حديقة المنزل تحت المرجيحة، أخذها أخوها ولا أخذها ولد عمها ولا أخذها واحد من أفراد الأسرة المتعاطين تمام، وراح اغتصبها أو تحرش بها تحت المرجحة. تخيلي كل ما تطالع البنت في أي مقطع تلفزيوني فيه له مراجيح أو تمر في حديقة وتشوفي مراجيح، تخيل الصورة اللي حتتذكرها. طبعا مصيبة وكارثة عندما يكون هناك مدمن مخدرات، وهذه رسالة لكل أسرة لما يكون عندكم متعاطي بلغوا فورا. طيب خلينا نتكلم عن العقل للمدمن كيف يفكر، هل هو واعي يستوعب أنه هذول من محارمي ولا هو هذول من أفراد الأسرة ولا هو مغيب بطبيعة الحال؟ هو مغيب لأنه متعاطي المخدرات على نوعين، إما يكون شيء منشط جدا يغيب العقل حاجة مرة منشطة أو مثبطة جدا تمام، فهو فعليا يكون مغيب ما يعي هذا الشيء، ما يعي أنه هذا محرم تمام، وأنه اللي بيسويه هذا هو خطأ. لو عنده وعي 1% من الفطرة، بس أقول الفطرة، سيرتدع طبعا. تمام، فما بالك الأب لما يكون، تخيلي أنت لما يكون أدان بيأدن، إحنا استغفر الله العظيم الواحد صحيح. لو سمع الأدان إحنا إذا نسمع أغاني تمام وسمعنا الأدان نطفي الأغاني طبعا. احتراما صح. لأنه الفطرة كده، فما بالك لما يكون اغتصاب وقت الأدان، يعني شيء قوي جدا، هو مغيب تماما طبعا. المشكله سلم، المشكله دائما بتكون في ايش؟ المشكله بتكون ليس وقت يعني الاغتصاب او ليس وقت التحرش، المشكله فيما بعد. هذا الطفل او هذه الطفله كيف راح تعيش صحيح حياتها؟ ما حتعيش طبيعية دكتور، ما حتعيش طبيعية. يا سلام عليك، تخيل يجيني واحدة عمرها 29 سنة، واحدة عمرها 31 و35 سنة، تزوجت وعندها أبناء وعندها مشاكل بسبب هذه المشكلة، طبيعي تمام. تعرفي زي إيش أقول لك؟ فين المراية اللي عدتوني هي يا شباب في الاستوديو هنا؟ فين المراية عدتوني هي؟ يلا نجيب المراية. تمام، أدوني المراية. أعطيني المراية لحظة. تخيل إنه هذه المراية أنا الآن بأطالع فيها تمام، حتى أتزين أوكي. تخيل إنها مكسورة ومشروخة عدة شروخ، طالع لنفسك في المراية كيف تشوفي نفسك؟ ما حقدر أشوف نفسي. ما حتشوفي نفسك مظبوط طبعاً. حتشوفي نفسك إيش؟ مشوهة طبعاً. الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الأمور عادة، تعال خدها يا ولدي عشان لا، يلا الحين بيجي أخذها. طيب تمام. الشخص عندما يتعرض لتحرش البنت أو الولد، لما يتعرض لتحرش من أحد أفراد العائلة، بالذات أحد أفراد العائلة وهم الأكثر تحرشاً، هو المفروض اللي يوفر الأخرى له الأمان، هو المفروض، أيوة هو يا سلام يوفر الأمان، يقوم مصدر الأمان اللي عنده، مصدر الأمان اللي عنده هو اللي قاعد يأذي مثل هذه الأذية أوكي. طيب هذا المصدر الأمان لما يتحرش في البنت، تخيل الصورة اللي موجودة في العقل الباطن يظهر للناس. ممكن في بعض البنات أو بعض الشباب بيطلع بيشتغل، هو أمام الناس أوكي لابس وكويس ومثلا بيصلي وكذا وإلى آخره، لكن من جوته مشوه تماما طبعا. طب دكتور إذا تسمح لي نوقف عند هذه النقطة، ويعني حضرتك تكلمت حتى على المدى البعيد كيف ممكن يشوه الصورة لنفس الشخص، حتى لو يتزوج، حتى لو يجيب أطفال، حتى لو يستقر. طيب هل قد مرت عليك حالات أو ممكن أنه هذا الشيء أو هذا الكسر أو هذا الاغتصاب أو هذا التحرش من المدمن يخلي عندنا مدمن آخر؟ يعني هذا البنت، هذه البنت او هذا الشاب لما يكبر أيوة. تقول لك انا والله ابغى انسى، انا ايش اسوي؟ لا بتعاطى مخدرات عشان اهرب من الواقع اللي انا فيه، عشان ما اشوف نفسي مشوه. هذا كويس اذا كان بيتعاطى مخدرات. شوفي انا بقول لك كويس اذا يعني انا اعتبره من الايجابيات، يمكن انه هو لو توجه لتعاطي المخدرات، لانه مثل هؤلاء يفعل ما هو أسوأ من ذلك. زي ايش؟ انها تكون تطلع تشتغل في الدعاره،
وتجيب لها أمراض وتريد أن تنتقم من كل رجل. وهذا الولد اللي تم اغتصابه أوكي مستعد إنه هو ما يخلي ولد في الحارة إلا ويفعل به عشان ينتقم من كل الآباء، لأنه مصدر أمان اللي تحرش به، تمام؟ أو يجيب لنفسه المرض علشان يمرض الآخرين. والله هذه حالات واقعية. يعني أنت عفواً دكتور تتكلم عن البيت اللي هو الأمان، تتكلم عن الأب الأخ اللي هم السند، نعم، وهم اللي يكونوا مؤذين، فبالتالي يصير فيها ردات فعل عنيفة قوية. ولكن خليني أسألك، ليش الضحية تخاف ما تبلغ، لأنه ما تطلب المساعدة؟ لأنه جهل. أنا قاعدة أتأذى. أيوة. لما أنا أتأذى ليش أنا أسكت؟ يعني أنا غير موضوع الجهل، يعني الإعلام ما خلى الناس، الشعور الفطري عندي أنا إني أنا بتألم من هذا الشخص. يا سلام عليك، أحسنتي، شكرا على السؤال هذا. للأسف هذا هو الجهل. والآن شوفي، لاحظي الحملات الإعلامية بتعلم أكثر إنه الطفل إذا تعرض إلى مثل هذه الأشياء من السواق، من الشغالة، من أحد، من على طول يبادر منه هذا. أنا أولادي معلمهم إنه شوفي، دائما الخوف لما يجي عند الإنسان من أي شخص أمامك، أول حاجة تصاب في الجسم إيش هي؟ القلب؟ لا، قبل دقات القلب، ألم في المعدة. أوكي، اللاوعي على طول يرسل إشارات لألم في المعدة. أنا أقول لأولادي أول ما يجيك ألم في المعدة روح لأي شخص بالغ، قل لهم أنا خايف كلموا لي بابا. واو. على طول. تمام. فبالتالي الجهل من الآباء، إذا من الآباء والأمهات، في أنه يعلم أولادهم. المشكلة فين؟ المشكلة في أنه في بعض المناطق يعني يعتبروا أنه من العيب أنه يعني إذا تحرشوا بالبنت ويبغوا يروحوا وتكلموا تطلع في القبيله وتطلع في الحاره او تطلع في المنطقه، تمام، يعتبروا هذه من المعيبات، فبيحاولوا انهم هم يداروا. وللاسف ما بتروح البنت تتعالج او ما بيروح الولد يتعالج، وعدم علاجه هذا مره كارثه. بالضبط. ترى علاجه ترى مو سهل ابدا، خاصه لو كان من احد المقربين، ترى مو سهل ابدا. تخيلوا انتم لما الواحد يصاب بندبه سكين مثلا في وجهه، قد إيش تبقى كل ما يطالع في المراية هو شايفها، هذه الصورة الداخلية عنده. كم عملية ليزر مستعد إن هو يأخذ من هنا علشان يحاول يحسن؟ وإن تحسنت وراحت بالكامل تبقى الشعور يبقى الشعور في الداخل، عقله يشوفها، حتى عقله يشوفها. لذلك العلاج داخل العقل، داخل العقل الباطن، علشان نشيل هذه الصورة ونغيرها، ونشيل الصوت اللي كان داخل هذه الصورة، ونشيل المشاعر اللي مرتبطة بهذه الصورة. يا جماعة الخير، الموضوع مو سهل، مو سهل، مو أيوة. سهل أبدا. فبالتالي أنا أنصح كل أسرة، أرجوكم أولادكم من سن 3 سنوات 4 سنوات لازم تعلموهم على المناطق الخطرة داخل الجسم، ولازم تعلموهم كيف إنهم هم يتصرفوا، ولازم تعلموهم إنهم هم لو إذا تعرضوا لأي لمسة حتى لو كانت لمسة طائشة، تكلم يا بابا. صح. طبعاً. مو هذا. تكلم هذا يا بابا الحوار. عشان أنا أعرف هذا الشخص لمن أعرف هذا الشخص إنه هو لمسه لمسة عادية، ولا هو لمسه لمسة كان فيها غرض آخر. طبعاً. مو هذا هو، هذا هو الموضوع دكتور. يمكن أنت جيت كمان على وتر حساس اللي هو الحرج أو الخوف من الفضيحة بالنسبة للمدمنين وبالنسبة للمتحرشين. نعم. إحنا يعني بدل ما إحنا نعالج المشكلة إحنا نبغى نتفادى المشكلة. نعم. يعني إحنا نلوم مين هنا؟ مين المسؤول إنه مثلاً الطفل أو الطفلة أو البنت أو الشاب تعرض للتحرش؟ طب وين الأم وين الأب؟ إذا تعرض مثلاً من أحد من الجيران أو أحد من الأصدقاء الكلمة اللي أو أحد. ما بالضبط. وين الأب؟ وين الأب؟ لما يكون الأب هو المتحرش. طب الأم وينها؟ الأخوان وينها؟ العمان وينهم؟ يعني معلش دكتور، لما يعني الحالات اللي بتمر لما يكون أحد يعني يكون الأب أو الأخ اللي هو السند. تخيلي لما تكون الحالة عندك أخين ثلاثة يمسكوا أختهم ويتناوبوا عليها، والثلاثة متحرش يعني مدمنين، والأب رابع بعد ما يخلصوا ياخذها معاه للغرفه ويتحرش فيها. طب دكتور، بس انا بستوقفك هنا لان الموضوع فعلا يعني مره حساس، فلذلك اكيد في احد في الاسره ما هو مدمن،
في احد ما هو مدمن اكيد. هذا الشخص اللي ما هو مدمن ما استوعب انه في ناس مدمنين في للاسف للاسف. وانت صححني اذا انا غلطانه، ممكن تقول لك انا كيف انا ابلغ على ولدي؟ طبعا احنا نتكلم قبل الحمله، وحتى بعد الحمله ترى ما زالوا في الناس يقول لك انا كيف ابلغ على زوجي، انا كيف ابلغ على ولدي، انا كيف ابلغ على اخوي مثلا، لما تكون انا كيف اسلمه للشرطه، انا كيف اخليه ينسجم. الثقافه عندها عند المراه احيانا تمام على زوجها او ابوها او اخوها خطا فكريا، بمعنى انه واحده من طبعا وهذه حاله فرديه انا اعتبرها. نعم. اللي جاتني واحده من يمكن من حوالي 15 سنه، هي حاله واحده فقط لا غير. تخيل انه هي دكتوره وتقول والله في بنته ولا يروح يمسك بنات الناس برا، وهذه حاله فرديه انا صح ما اعتبرها صح حاجه عامه. نعم. ولكن هي الثقافه لكن نفسها تحصل يعني واقع. أي. في أي. الاخر لكن المشكله في الثقافه. أي. ثقافه انه لما حالات التحرش لما تكون البنت صغيره جدا ما تعرف كيف تتصرف ولا تعلمت كيف تتصرف وما قالت لأمها. طب دكتور في المدارس يعني معليش أنا أحس إنه المدارس كمان لهم دور إنهم يوعون، لأنه ممكن في بعض الأهالي عندهم جهل أو ما يعني ما يعرفون هذا الشيء أو عيب. يعني في بعض العوائل تقول لك عيب إنه أنا أتكلم في هذه الأمور مع أطفالي أو مع البنات أو مع ومنها الشباب. ومني على القناة الآن إلى مدير التعليم ووزير التعليم، شوفوا حل وأعطوا منهج في مثل هذه الأمور. ربما يعني ما بحكم انه انا اؤمن بصراحه اشوف انه في مدرسه بنتي في بعض الجهود اللي قاعده بتصير وان كانت فرديه وان كانت ضعيفه يعني. نعم. لكن مهم جدا انه يكون في اخصائيه نفسيه او مشرفه اجتماعيه في المدارس حتى انها تقدر تلاحظ الطالبات وتحس بحركات اتمنى وتصرفات. من وزير التعليم وهو بيسمعنا طيب. الان أي. رساله انه يشوف يعني هذا الموضوع يعطوا حصه فيه على الاقل. طيب نبغى نتكلم الحين، عرفنا انه في ضحايا وفي متحرشين او مسيئين باختلاف انواع الاساءه. لما انا انصح الضحيه انها ما تخاف وتروح تشتكي، تلجأ لمين؟ ايش هي الجهات اللي انا ممكن اقدم لها شكوى؟ هو نظاميا اول أي. هذا الشرطه لا هو في نظام حمايه الاسره. حلو. هذا بمجرد الاتصال على طول بيتحرك 1919. ايوه 1919 يا عيني عليك. تمام. هذا على طول لو الساعه 12 بالليل، 1 بالليل، 2 في الليل يتحركوا مباشره. صح. وعندنا هنا ترى قوه رائعه جدا في هذا الموضوع 1919 انه نظام حمايه الاسره يتحرك مباشره، فرقه كامله بتطلع. طيب نتكلم عن حمايتهم ما بعد التبليغ او اثناء التبليغ. نعم. طبعا كل واحد يجي يقول لك طب انا اخاف لو احد جاء ضربني، لو عمي جاء تكلم، لو اللي كانت تتكلم عنه ما هي بياخذوهم على مراكز الرعايه. أي. بياخذوهم بيحطوهم في مراكز رعايه تابعه للشؤون الاجتماعيه حتى يتم حل المشكله والى اخره، ويشوفوا الاب والام والاسره ويقيموا هذا الوضع من خلال اخصائيين اجتماعيين، بعدين يشوفوا ايش القانون المناسب. وفي بعض الحالات تسحب الولايه من الاب وتسحب الولايه من الام ويكون تابع للدوله اذا كان اب مكفو. بصراحه خساره انه هو اصلا أيوه ياخذ الولايه. طبعا في ناس والله ما فعلا ما تسأل. لكن دكتور طيب خلينا نتكلم عن العلاج. يعني الان المشكله حصلت لا قدر الله، يعني الاغتصاب مثلا صار او التحرش صار او المدمن، هذا مو شرط اغتصاب او تحرش، ممكن ضرب، ممكن اهانه، ممكن يجي ياخذ. يعني حتى في ناس كبار سمعنا عنهم دكتور يجي ياخذ راتبها كامل، الاب او الاخ يجي يقول لها هاتي فلوسك مالك عندي شيء، وهي تكرف مسكينه طول الشهر. فكيف ممكن نعالجهم؟ هل هذا الشيء قابل للعلاج؟ علاج المشاكل طبعا علاج، لان شوفي هو عباره العقل الباطن دائما اتكلم عنه، هو عباره عن الهارد ديسك اللي بيخزن المعلومات. صحيح. اللي بيمر فيها الصوره اللي شاهدها والصوت والكلام اللي سمعه والمشاعر اللي شعر بها. فبالتالي العلاج بيكون من خلال نظام اسمه العلاج بخط الزمن، بنرجع في اللاوعي بنطلع الموقف هذا زي المجلد اللي بيطلع في الهارد ديسك، بنبدا نعالج الصوره نفسها ونعالج الصوت ميكسينج يعني، وبنعالج كذلك المشاعر، وبنرجع نخزن الملف مرة أخرى حتى يعود الشخص إلى زي ما أنت بتعملي ميكسينج أو عفوا بتعملي تعديل لأي صورة بتتصوريها في الجوال في السناب أو كذا، وبعدين بتحطيها بالشكل اللي أنت يعجبك. هي الصورة الفلتر ما كان مناسب، بروح بغير الفلاتر إلين أحفظها مرة أخرى حتى تكون بالشكل اللي يناسبني. هذا هو العلاج. ولكن ليه يعني ليه ما يكون من البداية أصلاً إنه نحن فعلاً يكون في عملية توجيه ويكون في عملية توعية للآباء والأمهات وللأسر والأولاد والبنات من هم صغار، تمام؟ إنه يا جماعة ما يكون هذا الشيء، لأنه علاجه قوي. يعني طب
شوفي طول الفترات الماضية قديش بتطلع عندنا حالات وهدول فساد في المجتمع. صحيح. يعني خلينا نتكلم يعني ختاما لهذه الفقرة دكتور هشام، أول حاجة نبارك الجهود اللي بتقوم بها الدولة بجميع الفئات المسؤولة والجهات المعنية وغيرها. نعم. وقوف سيدي خادم الحرمين عفوا الملك سلمان وحتى ولي العهد. نعم. الأمير محمد بن سلمان وقوفهم على هذه الحملة خلال هذه الشهرين، وقد إيش مثلا كان في درع أو ردع لكثير من الأفات اللي كانت جالسة بتصير، زي ما يقولوا بيحاولوا قد ما يقدروا أنهم يحموا هذا المجتمع لمصلحة المجتمع. دوركم دكتور هشام، دور الإعلام ودور المدارس كلها هي مجموعة توعوية متكاملة، مهم جدا أنه يكون العمل جماعي، ولهذا السبب نشكر وجودك دائما معنا وشفافيتك في الطرح. شكرا لكم وشكرا لقناة روتانا على هذه الاستضافة، ويا رب يتوعى المجتمع ويا رب كل الجهات المعنية تركز على هذا الموضوع، لأنه يا جماعة اللي بيطلع من مثل هذه التجارب محطم نفسيا. صحيح. صحيح بيتعالج. نعم. وإنما بياخد فترة علاج. إحنا نبغى يعني نحل المشكلة من جذرها، تمام، والقوانين الجديدة اللي طلعت. صحيح. هذه هو حلها من جذرها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود للجميع. أمين. شكرا لوجودك. يعطيكم العافية. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع، من بعد نركب الباقي الفقرات. بعد الفاصل، هل جعل تجميل الأنف الجميع متشابهين؟ الحرص على الإجراءات التجميلية التي تساعد على التناغم والتناسق بين ملامح الوجه هي من أكثر ما يثير اهتمام الناس وبالأخص السيدات، ولعل تجميل الأنف من أكثر الإجراءات اللي شفنا كيف أصحابها تغيرت يعني ملامحهم بعد العملية. أكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، وحقيقة إذا صارت في أي إجراءات جديدة أو حديثة لا جراحية ممكن أيضا تؤثر على شكل الأنف، مع ضيفنا في الاستديو الدكتور إبراهيم القريبط استشاري جراحة تجميل الوجه. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم. في البداية دكتور إبراهيم ونتكلم عن تجميل الأنف، يعني انقسمت إلى عمليات جراحية وغير جراحية، خلينا نتكلم عنها بتفاصيل أكثر وإذا في بيناتهم فروقات. أول شيء شكرا على الدعوة والاستضافة في البرنامج. أنت قلتيها اللي هي عملية. ما في عملية غير جراحية، فخلينا نقول نقدر نقسمها إلى إجراءات جراحية وغير جراحية. أوكي. طبعا الأنف يتشكل غالبا في العظام والغضاريف، فلذلك الجراحة تلعب فيه دور يمكن بنسبة 80% أو 90%. بعد الإجراءات المتبقية اللي 10-20% لا جراحية هي اختيارية لبعض المراجعين، مو كل المراجعين. بمعنى يعني مثلا أصحاب الجلد السميك دائما نفضل عليهم تدخل معهم الحلول الغير الجراحية، بمثال الروكتان، الأكراتين، مثلا جهاز السكرت، كلها تساعد في الإجراءات هذه لتخفيف مثلا حدة سماكة الجلد، أو مثلا إجراءات بسيطة حقن الفيلر في أماكن محددة مع تحفظ في النقطة هذه. هل صحيح، عفوا مها، هل صحيح إبر البوتوكس ممكن تأثر على الأنف؟ عفوا إيه، والبوتوكس أو الكورتيزون بمعنى صح؟ الكورتيزون يستخدم استخدامات محددة فيما بعد عمليات الأنف، خصوصا في الأنف اللحمي. هو له أعراض جانبية مثل أي دواء، لكن له فوائد برضه. يعني يخفف من سماكة التليفات، فيعطي النتيجة المطلوبة للمراجع. طيب دكتور، أيضا نبغى نعرف متى الأطباء يقترحون الجراحة، يقول لك خاص لازم أنت تعمل جراحة، ومتى يقول لك لا مثلا بوتوكس أو الكورتيزون زي ما تفضلت أو الركوتان. ونبيك تشرح لنا على فقرة الركوتان، أنا ما فهمت يعني إيش دخل الركوتان، نعرفها البشرة صحيح، إيش لها علاقة في الخشب؟ جزئية الركوتان، أنا برجع للجزئية الأولى، لكن بالنسبة للركوتان، الركوتان هو يخفف من حدة نشاط الغدد الدهنية. صح. اللي هي متكورة في منطقة الأرنبة بشكل ذات. نعم. فهذا هو الهدف الأساسي. فتصغر شكل الخشب. ولما تصغر حجمها يصغر معها الجلد.
لكن ما تنكمش مثلا الغضاريف والعظام ما تتغير حجمها، فلذلك هي تسمى تصغير اكثر منها اجراءات اخرى. ومتى تقررون ان الاجراء اللي ينعمل لهذا المراجع او المراجعه جراحي؟ شوف هي ثلاث تقريبا ثلاث دواعي، الاولى الوظيفيه التجميل الوظيفي احنا نسميه، نعم. اول شيء اول التجميل التكميلي اللي هو هبه الناس، او اللي هو الجزء الاخير اللي هو الترميمي او اللي احنا نسميه الجراحه الاربيه، الناس اللي عندهم مكتسبات او عيوب خلقيه سواء مكتسبه او خلقيه. الخلقيه مثلا اشهرها اللي احنا نسميها الانف الشقي اللي هو ناتج عن الشفه الارنبيه والشق الارنبيه الاشياء كلها، هذول يعانون من جميع الاصعده الثلاثه. دكتور، يعني اغلب الناس صارت تبحث عن الجمال والكمال، بمعنى انفي جميل لكن ابغى اجمل، طيب ابغى اعمل رتوش، هذه كلمه ابغى اعمل رتوش لانفي، يعني انفي كويس ما ابغى لا اكسر ولا انحت لكن ابغى اعمل رتوش. ايش يعني رتوش؟ يعني هل في فرق بين اني انا اصغر الانف ولا انحف الانف؟ شوفي المصطلحات صراحه سؤال مره دقيق. المصطلح في تنحيف الانف هو جاي من عباره عن النحت سكالبتشرينج، زين، اللي هو نحت العظام والغضاريف، فهذه اجراء جراحي شويه كبير نعتبره في جراحات الانف. التصغير يرجعنا للنقطة الأساسية لتضخم الأنف بسبب الجلد والدهون حقات الأنف هي الغدد الدهنية، فهي تجي موضوع اللي هي الاستخدام الأجهزة مثلا الروكتان الليزر الميزوبوتوكس والأشياء الأخرى اللي ذكرناها في تصغير الأنف. طب عفوا، هذه الأجهزة أو الروكتان وغيرها هل نتيجتها دائمة؟ يعني الروكتان هو كورس بيتاخذ وبعدين بيتوقف، هل هي دائمه وممكن بعدها يرجع الانف لحجمه الطبيعي؟ لا، هي الاجراءات اللا جراحيه، نعم، دائما هي ميزتها عن الجراحه انها بدون انه ما في دم وما في اجراء جراحي وتخدير كامل او منطقه او فتره استشفاء، لكن عيوبها انها نتيجه حقتها محدوده مؤقته وتحتاج المداومه على الاجراءات، فهذه ميزه الاجراءات هذه عن هذا. نعم، واضح جدا. ايضا يعني الانف انا اتوقع اكثر من اكثر العمليات اللي يعني مطلوبه اذا انا ماني غلطانه عالميا، يعني الانف بالتحديد. فبعض الاطباء دكتور قاعدين يحذرون من الفيلر بالتحديد، يقول لك الفيلر شيء ما هو كويس ابدا اذا استخدم في منطقه الانف، وانه يمكن يكون له سايد افكتس او له اعراض جانبيه، فوش رايك؟ انا من الناس اللي يحذر جدا في موضوع الفيلر، لانه ما يعطيك النتيجة المطلوبة. إجراء تحتاج تعيده أكثر من فترة. حصلت له آثار داخل العمليات إلى تكلس الغضروف نفسه. تمام. الغضروف إذا تكلس أنا ما أقدر أسوي العملية كثيرة، حتى أن تكون نتيجته فيه محدودة. وعندي مجموعة مراجعات لما وصلت العملية حصلت أنه في تكلس الغضروف، يعني صاير الغضروف كأنه عظم. أي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي جالسة الآن في موضوع مهب عالمي اللي هو حقن الفيلر ممكن يسبب اللي هو موت الأنسجة. فبالتالي ممكن تسبب نوع من الغرغرينة. لأنه الأنف مليان شرايين. أي. صح. كجزء من الوجه مليان شرايين. أحد الشرايين هذه مرتبطة أو جاية من شريان للعين. فلو لا قدر الله انحقن في المكان هذا وحصلت بعض الحالات قد يصاب بالعمى اللارجعي. طيب يعني برضو من الأشياء اللي كنا نسمع عنها وما أعرف هي هبة ولا لا، يقول لك أعمل لك غرز من غير ما افتح الانف حتى يوقف الانف، يعني شوف والله العظيم هذول الدكاتره اللي بيقولوا ترى مو انا فانا ابغاك تصلح لي يا دكتور. لا شوف انت تتكلمين عن الخيوط، الخيوط انا اسميها عدو الانف. ايوه. هي عباره عن ضياع فلوس، عباره عن اي واحد راجع عندي او راجعت عندي تعتبر عمليه معاده بالنسبه للخيوط. أوكي. لانها تسبب تليف. اوكي. نشرحها بشكل مبسط للمتابعين او المشاهدين، اللي هو ان الخيوط تستهدف الجلد. صحيح. بينما 80% 90% من عمليه تجميل الانف هي عباره عن غضروف وعظام. عظام. فما لها اي فائده. انت فقط تحشر ماده غريبه في جسمك ما لها فائده، الم، ممكن التهاب، وحالات كثير التهاب. بس بوقفك دكتور اذا تسمح لي في هذه النقطه، لان الخيوط فعلا صارت هبه وصارت، يعني انا من الناس اللي عملت خيوط الصراحه، طيب بس مو في منطقه الانف، في الوجه بشكل عام. يعني كثير من الاطباء قالوا نفس كلامك انهم ما يعني يفضلون الخيوط ابدا. انت تتكلم عن الوجه كامل ولا بس الانف عشان بس تطمن؟ شوفي خليني اختصر لك اياها. الخيوط ما تنفع في منطقه دهون ومنطقه غضاريف او عظام زي الانف. اوكي. لذلك مسكه العصا من النص انا اعتبرها هي الهدف الاساسي. استخدم الخيوط في بعض الحالات في الوجه، شد الوجه في بعض الحالات تناسبها الخيوط والنتيجه فيها روعه. اي
ممتازة وتغني عن الإجراء الجراحي وتعطي المراجع الرضا الذاتي. فما نقدر نقول عنها أنها كلها غلط، هي لا هي صحيحة، لكن متى استخدمها مع المراجع هنا مربط الفرس، اللي هو نكون مراجع اللي ممكن فعلا يلقى نتيجة مناسبة. بالضبط. طيب برضو واحدة من الأشياء اللي تقال وحابين نعرف المعلومة الصحيحة منك، يقول لك أنه إبر تذويب الدهون للأنف تعطي نتيجة جيدة. أول شيء الأنف ما في دهون، ما في أبد، فبالتالي ما يأثر على سماكة الجلد، ما في، وعبارة عن غدد دهنية. الغدد الدهنية احنا نعالجها في الروكتان أو الأكراتين المقشرات اللي تخفف من حدة سماكة الجلد. والله هذه معلومة جميلة، لأنه فعلا رأى ترى مو بأول مرة أسمعها، يعني كثير أسمعها عن تذويب الأنف أو تذويب الدهون اللي بالأنف. طيب دكتور، متى يعني يمكن شفنا بنات أو شفنا حالات بشكل عام يرجعون يعيدون العملية، يعني يعيدون عملية الأنف، متى أنت كطبيب مختص في هذا المجال تقول نعم أنت تحتاجين إعادة العملية، لا أنت ما تحتاجين، أنت يعني الأنف بعد حساس يعني في الوجه، فصعب الترميم وصعب فمتى تقول إيه أوكي، ومتى تقول لا مستحيل أنا ما أسوي هذه العملية كإعادة عملية؟ شوفي تقريبا هي حالتين اللي أقدر أقول أن نعيد فيها العملية، لما يكون في فقد للوظيفة، أهم وظيفة للأنف النفس، صحيح، خصوصا اللي لاحظته أكبر مكان يكون فيه فقد الوظيفة اللي هي صمامات الأنف. زين الأنف له صمامين خارجي وداخلي، هي أكثر مكانين يعانون منها الناس بعد العمليات إذا ما حوفظ عليها. الثانية إذا هي في عيوب ظاهرة للجميع، يعني في ميلان واضح شكل للأنف، أيوة، وفي شيء واضح للأنف، لكن في كثير يطلبون اللي يسمونه الريتوش والإعادة، لكن ما هي بسبب ما لها أي مكان إجراء جراحي، هي فقط بسبب رغبة، وأنا أسميهم شلة، خلي بالك بسلم شلة السواليف عندكم. حنا إذا طفشنا دكتور، أنا بكون صريح، إذا طفشنا نروح طبيب التجميل نسوي شيء جديد. أدخل وأقول إيش تبغى، أقوله ما أدري، أنت إيش تشوف، أنت إيش شايف. طيب المصيبة الكبرى إنه الحين صرنا كلنا نعتمد على الفلتر لما نتصور وناخد صور سيلفي، وبأمانة يا رؤى جيتي على الجرح، يا جيتي على الجرح. بأمانة بيعجبني أنفي على الفلتر، أبغاك تكلمني عن تأثير الفلاتر وكيف إحنا تعودنا عليها لدرجة إنه صرنا ما نتقبل ملامحنا الحقيقية. صحيح. في الآن رغبة جامحة عند المراجعين والمراجعات في تغيير الأنف، شكل الأنف في أشياء تقريبا غير ظاهرة للمجتمع. فلما أسأل وش السبب، يقول السبب صور التجميل. طبعا بالواقع هي ما هي بسبب صور نتائج الدكتور إبراهيم القنيبط أو الدكتور فلان، هي بسبب الفلتر وسناب. صح. سناب يغير أبعاد الوجه تماماً، يرسم لك العيون ويشد لك الوجه ويحدد لك الفاك والفيلر، يعني 10 في 1. صحيح. مو 2 في 1، 10 في 1 يعطيك إياها. فهذا أكبر سبب في موضوع رغبة الناس أو الشباب والشابات على الميول للإجراءات التجميلية. لذلك أنا أسألهم سؤال مهم في العيادة، وين ما تحب تشوف شكلك؟ مو هو وين تحب تشوف شكلك، وين ما تحب تشوف شكلك. اللي يقول المرايا انا اعرف انه جالس يستخدم فلتر. لا ايوه، لا 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 لا، في المرايا اوكي، بس في الكاميرا الاماميه لما افتح الجوال من غير فلتر مح كل شيء يتضخم. ليش ما ادري، هي المشكله في العدسه، لانك لأنك تفتحينها كذا من العدسه. بعد الحلقه ذكريني كذا كذا السلفي. لكن دكتور خلنا صدق، يعني في موضوع يمكن اكثر من بنت مسويه عمليه تجميل وصار هذا النقاش، الخيوط المستخدمه في الانف، خيوط دائمه ولا خيوط مؤقته اللي هي يا تنشال يا اللي تذوب؟ طبعا هي مدرستين. حلو. في مدرسة اللي تستخدم الديوب الخيوط المؤقتة أو إحنا نسميها شبه الدائمة، تجلس تقريبا من 6 شهور إلى سنة، 6 شهور، أو الخيوط الدائمة، وكل المدرستين ترى صحيحة، يعني استخدمتي هذا أو هذا كلها صحيحة، كل واحدة لها عيوب وكل واحدة لها مميزات. نبغى نشوف العيوب هنا والعيوب هنا. طيب العيوب في الدائمة إنها ممكن يوم من الأيام تتحول إلى جسم غريب، فتبرز خلال الجلد، تبين من خلال الجلد، خصوصا الناس اللي عندهم جلد رقيق فتبين معه مع الوقت. لكن من مميزاتها انه عند الاعاده غالبا تكون اسهل لانها ما سببت تفاعل مع الانسجه المحيطه. بينما الخيوط الشبه دائمه والذائبه تذوب، مستحيل تكون جسم غريب، لكن عيوبها انه لما ترجع تبغى تعيد من بعدها او تفتح الانف من بعدها غالبا يكون في صعوبه، في شويه نسبه تفاعل حصلت اثناء اذابه الخيوط. باختصار. طيب
طيب سريعا قبل أن نختم معك، حابين نستعرض معك مجموعة من الصور لعمليات حضرتك قمت بها دكتور، وحابب أننا نسمع تعليقك عليها. لو نستعرض الصور بشكل سريع، هذه الحالة الأولى. طيب هذه الحالة أنا تكلمت فيها في السناب، هذه مراجعة كريمة سوت عملية للتعديل الحاجز الأنفي بعد ضربة. تمام، فما في غضروف. للأسف أنه بعد العملية ساءت حالتها، عندها كسر بسبب الضربة وإنشال الغضروف. تمام. وساء النفس بدل ما يتصلح النفس. تمام. فمثل الحالة هذه اضطريت أنه أخذ من غضروف الصدر وأشتغل على ترميم الأنف الوظيفي والتجميلي كلها. طيب والصورة الثانية نستعرضها يا جماعة. هذه الصورة الثانية هي نفس المراجعة، نفسها بس من الجنب. صحيح. أي في صورة ثانية. طيب هذه نفس الحالة أو حالة مختلفة؟ هذه حالة بعد ثلاث عمليات معادة، العظم نحت ثلاث مرات، يعني كسروه ثلاث مرات. أي. الأنف بشكل طويل مقارنة بالوجه، وفي ضعف في صمامات الأنف، فاللي اضطريت أني أوسع الأنف بالشكل الطبيعي المناسب لملامح الوجه ومقابل النفس طبعا. يعني البنت لها أكثر من سنة ما تقدر تنام بسبب النفس. طبعا. طب دكتور على السريع أيضا، هل قد شفت أو مرت عليك يعني حالات ممكن أنه الوجه ما يناسب النفس زي ما تفضلت قبل شوي، ما يناسب الخشم، وإذا إيش اللي ممكن يتصلح أو كيف ممكن يتصلحها؟ مثلا الخشم يكون بزيادة صغير أو بزيادة مزموم أو طبعا كشكل. كشكل هي تقريبا أكثر حاجتين شفتها كعمليات معادة، يكون الأنف طويل، يكون الأنف مبالغ في طوله فيخلي ملامح الوجه غير طويلة. متناسقة وطويلة. فهذه في الحالة نحتاج أن نرجع مكان الأرنبة في مكانها الطبيعي. الجزء الآخر اللي هو حنا اللي نسميها يعني بعض البنات يسمونه أنف مايكل جاكسون، صغير مرة صغير من هنا. هذا بسبب تقطيع للغضاريف بشكل مبالغ فيه. يعني حالة أسبوع وتتعدل؟ قبل حالة أسبوع أو أسبوعين سويتها من جراح بريطاني، لما فتحت الأنف كان مقطع كل الغضاريف. يا الله. يعني فعليا ما كان في أي غضروف يشيل قوام الأنف، فاضطريت أني أعيد ترتيب الأنف من جديد وبناء الغضاريف من جديد. لذلك الحين في مصطلحات جديدة في تجميل الأنف، اللي هو تجميل الأنف البناء والتحفظي. فهذه المصطلحات هي أهم نقاط نجاح عمليات الأنف الثنتين هذه. أنه أنا ما أشيل من الأنف أو أكسر الأنف، ولا أني أضطر أنه أخلي وظيفة الأنف تفقد جمالها وخصائصها. أكيد أكيد. يعني نرجع نقول الأنف يمكن عضو حساس جدا، وخصوصا بالوجه يعني، فيلعب دور كبير. الدكتور إبراهيم قنيبت شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل. قول رأيك، ما هي أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك؟ في أكثر فقرة محببة في برنامج سيدتي، فقرة قول رأيك. اليوم زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس عن أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك. وش أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك؟ خلونا نسمع أجوبتكم ونرجع. حياكم الله مشاهدينا في فقرة قول رأيك. سؤالنا اليوم، ما هي أفضل آلة موسيقية بالنسبة لك؟ خلونا مع بعض نشوف الزوار اليوم إيش قال. تحب الآلات الموسيقية؟ وش أحسن شيء تحبه؟ يعني مدري كل شيء. يعني عطني آلة تحبها، مثلا عود، جيتار، بيانو. بيانو. بيانو؟ العود. أفضل من يعزفها مين؟ والله نسيت اسمه. عطني يعزف فنان. عندي اسمه بالتلفون إذا طلع لك. عبد العزيز الضيحي. بالنسبة لي والله العود. مين أفضل من شخص يعزفها بالنسبة لك؟ عباد الجوهر. العود. من أفضل من يعزفها بالنسبة لك؟ ما يحتاج، خالد عبد الرحمن. والله في الحياة كتير، بس أحسن حاجة بحبها وأسمع لها الجيتار. مين أحسن من يغنيها بالنسبة لك؟ عندنا في مصر كتير، رامي صبري، حمائي، كتير، بس دول أكتر فنانين بحبهم بسمعهم يعني. بيانو. ليش اخترت هذه؟ فيها تنوع في الموسيقى وتحسها كذا بتعطي نغمة مختلفة. الله،
يعني لاحظت انه يمكن اغلب الاجابات العود العود العود، يمكن عشان العود في ثقافتنا وفي يعني تاريخنا من زمان. العود يعني معروف آلة موسيقية عربية وحساسة، يمكن توصل المشاعر بشكل يعني مفصل اكثر. رؤى انا بسالك انت، وش اكثر آلة تحبينها؟ كمستمعة ولا كمستمعة ولا كعازفة؟ لا كعازفة. سمعيني شوفي والله يا مها، أنا يمكن أحب الآلات الوترية، يعني مثلا جيتار عود، أحب الـ 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 النغم الوتري أحلى بالنسبة لي من الأجهزة الثانية. لكن أنا بالنسبة لي الموسيقى موسيقى، يعني الساكسفون غيرك، كل الآلات الموسيقية لها سحرها ولها جمالها، فأنا بصراحة مع الكل. أنا أحب أسمع موسيقى، أحبها موسيقى، بس مو شرط يكون يعني أغنية. لا 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 موسيقى. لا 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 لا، أنا عندي الموسيقى يعني وضعها مختلف، يعني فخصوصا لما نتكلم عن تأثير الموسيقى على التركيز، على الاسترخاء، وعلى أشياء كثير. دائما يعني كل جهاز لي مداخله لي أسرار، فهي نوع من أنواع الجمال، فما أفرق أنا بيناتهم. أنا إنسانة غير متخصصة، أنا إنسانة مستمعة، فبالتالي أحس أني أنا أميل أكثر إلى الأجهزة الوترية. طيب لو قلنا عباد الجوهر. لا لا أنت قاعد تقرين أفكاري. طيب أوكي. لا أوكي، تحبين عباد الجوهر وعزف عباد الجوهر طبعا. أكيد ما يختلف على اثنين. لا أنا بس كنت بسألك رؤى، لو قلنا أنه أنت اليوم تعزفين آلة، إيش الآلة اللي ممكن تعزفينها؟ جيتار. جيتار؟ أي. ليه؟ لأنه كنت أدخل مع بنتي كلاساتها، وحبيت كيف أنه الواحد يقدر أنه هو يعمل كنترول ما بين حركات الإيد وترتيب النوتة الموسيقية، يعني شفتها قدام عيني، فحبيت قد إيش يخلي الواحد فعلا في فترة التدريب اللي أنت بتاخدي فيه كلاسيك، قد إيش أنت كده فوكس وريلاكس، يعني مركزة وتكوني هادية، وفي الآخر هي موسيقى جميلة. صح والله حلو الجيتار. وأحب إنريكي إنجليسيس. الله الله. لا شوفي انا بقول لك، انا من ناحيه الاستماع انا احب اسمع الجاز والساكسفون كمان. يعني من اكثر الموسيقى اللي لما اسمعها كذا استرخي، يعني اكثر شيء اسمعها طول السنه ومع نفسي، خصوصا اذا كنت لحالي اسمع جاز. احب البيانو، ولو بتعلم شيء بتعلم بيانو. احس اني بتعلم بيانو. العود حلو، انا مره احب العود، اكيد كلنا نحب العود، بس انا اقول جاز بيانو عود. بس قلت العود اخر شيء لانه يعني باي ديفولت كلنا اتوقع نحب العود. والموسيقى الموسيقى في النهايه يعني حياه الروح يا جماعه. حياه الروح. الله. خلينا نطلع فاصل حنجيب العيد بعد شويه. طيب يلا مشاهدينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل حكايه فارس، طفل مصاب بالتوحد وعاشق للديناصورات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل المبدع فارس، واللي برغم إصابته بالتوحد إلا أنه يملك خيال خصب وحب وشغف لعالم الديناصورات، ويطمح أن يمتلك متحفاً للديناصورات. اليوم راح نتعرف عليه وعلى حبه وشغفه. أكيد يسعدنا أن ينضم معنا عبر سكايب فارس الشيخ ووالده الأستاذ أحمد الشيخ. أهلاً وسهلاً بكم. في البداية خليني أسألك فارس، يعني متى بدأت تكتشف مهارتك وحبك وميولك لعالم الديناصورات؟ لقد بدأت في السنة السابعة من عمري في الصف الأول. الصف الأول. كنت أرسم رسومات الأولية في عمري 4 سنوات. جميل جدا فارس، احنا فخورين فيك وعلى الجمال اللي قاعدين نشوفه يمكن في الصوره او خلفكم على المكتب. ايضا نرحب بوالد فارس. نبي نتكلم عن حاله فارس. استاذ احمد اذا تسمح لنا، متى اكتشفتوا حاله فارس او اصابته، او ايش قصه لحقه بالدمج ورساله المدرسه بانه فارس اذكى من يلتحق بفصول التوحد؟ السلام عليكم. اولا كان اول تشخيص لفارس كان بعمر 3 سنوات ونص بانه مصاب بالتوحد. نعم.
وقتها فارس لازال لم ينطق بأي كلمة أو يتكلم أو يتواصل مع أحد. بعمر 4 سنوات ونصف نطق كلمة له كانت لفظ الجلالة الله. والله الحمد بدأ النطق والكلام بالتدريج. في أول سنة دخلناها المدرسة كان في فصول التوحد. فخلال أول أسبوعين لاحظ المسؤول عن حالة فارس في فصل التوحد أنه ذكي جداً، أذكى من المعدل الطبيعي للأطفال. فأراد أن يتم دمجه مع التعليم العام بالتدريج. ولا فترة بسيطة جداً على كلام المدرس نفسه تابع بحالة فارس أنه تم دمج فارس مع التعليم العام في وقت قياسي جداً، وقدر فارس أنه يواكب بقية الطلاب منهم في عمره. ما شاء الله. طيب سؤالي لك فارس، يعني واحدة من أسرارك الخاصة أنك تحفظ 250 اسم لفصيلة الديناصورات بلغات مختلفة، ممكن تقول لنا بعض من هذه الأسماء؟ كم ديناصور تحفظ فارس؟ أنا أحفظ حوالي أكثر من 600 ديناصور. ما شاء الله. أد من فارس، أنظر إلى عيني، شكل بصوصة الديناصور بيدك، يقول لي A Ankylosaurus. Ankylosaurus. Human during the most rich stage of the late Cretaceous, around 86 to 66 million years ago. B Brachiosaurus. Held during the Tetonian Jurassic. C Prometheus. Held during the late Jurassic period, and fossil discovered in Solomon Formation. D Dilophosaurus. Hailed during the early Jurassic, about 193 million years ago in the Lower Cambrian Formation. E. Elasmosaurus. Hailed during the most recent stage of the Late Cretaceous, about 86 to 66 million years ago. F. Hutalingosaurus. Hailed during the Late Cretaceous period and fossil discovered in China. D. Giraffatitan. Hailed during the Late Jurassic period. And fossils discovered in Africa. Give me 5 dinosaurs discovered in Europe. Megalosaurus, Iguanodon, Halosaurus, Pyroraptor, and recently discovered Tamaro. 5 dinosaurs discovered in America. Acrocanthosaurus, Allosaurus, Edmontosaurus, Alamosaurus, Tyrannosaurus Rex, the biggest of them all. Who's the biggest dinosaur? It's Argentinosaurus, about 35 meters and 81 to 84 tons of body mass. Smallest. Afrodentate. MashaAllah, 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 MashaAllah. MashaAllah. طبعا هذه عملها فارس بدون ما يناظر لدينه لأنه يحب صنع الصلصال. MashaAllah تبارك الرحمن. رائعة. وأقل صالح بتوي. واو اميزنج فارس. هذا يصنعه اذا كان يناظر الصلصال ديناصور. واو. كامل. واو ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحميه ويحفظه يا رب. يعني ما شاء الله ما شاء الله، المعلومات حتى اللي قاعد تعطينا اياها يا فارس وابو فارس قاعد يعطينا اياها باللغه الانجليزيه، وقاعد يعطينا اياها بالحروف اللي حضرتك اخترتها، وقاعد يعطينا اياها بالمناطق او بالقارات، وقاعد يعطينا اياها بتفاصيل حتى الحجم والامتار. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، طفل نابغه ويحتاج انه يتم تسليط الضوء على هذه الموهبه العظيمه، واللي يمكن ما هي موجوده حتى عند الاطفال اللي يعني ممكن أهلهم حتى يشتغلون عليهم أو حتى يعطونهم وقت وجهد عشان ينمون هذه المهارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كل اللي أقدر أقوله. لكن أستاذ أحمد خليني بسألك سؤال أخير. طيب عشان إحنا نستثمر في مثل هذه الطاقة أو مثل هذه الموهبة اللي يمتلكها فارس ما شاء الله عليه، إيش ممكن نسوي أو أنتم في العائلة والمدرسة على مستوى المدرسة إيش قاعدين تسوون عشان تستثمرون في هذه الموهبة الجميلة؟ أولاً أكبر جهد عندنا هو الدمج، فطفل التوحد يحتاج للدمج أكثر شيء، فإحنا موفرين له سبل الدمج يكون هو مندمج مع المحيط اللي معاه، هو يقدر يبدع في أمور أخرى. فالمدرسة لله الحمد متفاهمين، هو الآن في مدرسة
كذا متفاهمين حالته، والمدرسين مهتمين فيه وعارفين كيف وعرفوا كيف يتعاملون معه. نعم. ويحطونه تقريبا شبه يوميا، يعطونه محفزات انه يطور من نفسه ومن معلوماته. نعم نعم، وهذا طبعا شيء غير مستغرب على مربي الأجيال اللي عندنا أستاذ أحمد الشيخ وفارس الشيخ. شكرا لكم وشكرا لتواجدكم معنا، كل التوفيق لك يا رب فارس. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع. مشاهدينا في هذه الفقرة راح نتكلم عن موضوع يمكن يهمنا كلنا، ومع كثرة العلاقات بمختلف أنواعها ومسمياتها سواء صداقة قرابة زمالة، يقع الكثير في فخ الأشخاص الاستغلاليين، أو خلينا نقول بين قوسين المصلحجية. ولكن نبغى نعرف الفرق أساسا بين المصلحجي الاستغلالي المنفعة وإلى آخره. طبعا شعور أنك تعطي بحب وتعطي من قلب وبعدها تنخذل ممكن أن يكون شعور مؤلم إلى حد ما. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع من زوايا مختلفة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عمر الملح، مهتم بالتحفيز وتطوير الذات. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. يا هلا والله وسهلا، وشيء مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين ومشاهدات، إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم يا رب. يعني هذا المصطلح أو هذه الكلمة أستاذ عمر نسمعها كثير، فلان مصلحجي فلانة مصلحجية، لذلك خلينا نبدأ بتعريف كلمة مصلحجي أو المصلحة والفرق بينها وبين الاستغلال، او هل في فرق اساسا بينها؟ انا بتكلم اول شيء على المصلحه، يعني ما في المصلحه لو جينا بالاساس او مسماها الاساسي هي المنفعه. نعم. ما في احد ما ينفع او يستنفع. صحيح. ترى حياتنا مبنيه على المصالح، انه انا اخذ منك حاجه معينه، بل انه ترى حتى الشرع حثنا على المساعده. حث انه والله انك انت تفيد الناس او تنفع الناس او شيء، ولكن متى هذا المصلحه تكون خط احمر؟ لما تكون فيها ضرر علي. فهنا لا والله، لما تحول استغلال. بالضبط، فهنا تتحول من منفعة إلى استغلال. هنا يكون الموضوع خط أحمر، وهذا اللي حنا نتكلم عنه. فموضوع المصلحة أو المنفعة ترى أنا أشوفه شيء طيب وشيء أساسي، يعني ما بيننا كلنا، ما في أحد أتوقع حتى أنتو إلا نفع أو استنفع. صحيح أكيد طبعًا. يعني أنا أتوقع أنه كل العلاقات البشرية قائمة على منفعة أو مصلحة متبادلة إذا كانت هذه المصلحة حميدة. لكن خلينا نتكلم على الفئة الاستغلالية بما أن إحنا حددنا ملامحها، خلينا نتكلم عن أبرز صفاتهم. أنا كيف أعرف الشخص اللي هو معاي هذه العلاقة استغلالية؟ شوفوا، أغلب الأشخاص الاستغلاليين أو خلنا نسميهم أصحاب المصالح تلقاهم نوعين. أي. في شخص أنيق، صاحب مصلحة أنيق، تلقاه يتصل عليك ويسأل عنك ما بين فترة وفترة وشيء، ولكن هو هدفه الأساسي أنه ما يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام يأخذ حاجة أو حاجة معينة. هذا معليش أنا أحترمه صراحة. ولكن في النوع الثاني اللي هو النوع البجح، يعني إنسان آخر مرة كان اتصاله قبل 30 سنة، فتلقاه ما يدق عليك إلا على أساس فقط مصلحة معينة ياخذها ويتوكل على الله، يقول لك مع السلامه. فهذا شيء ترى يحز بالخاطر او يحز بالنفس، انه انت تعرف انه هذا الشخص ترى جاي على اساس انه يستغلك فقط لا اقل ولا اكثر. لا هو مهتم لك، ولا هو مهتم انه يسال عنك، ولا هو مهتم يعرف ايش اخبارك، فقط هدفه الاساسي ياخذ مصلحته ويمشي. والله شوف، انا اتفق واختلف معك اذا تسمح لي. اي بالعكس، انا ابغى الاختلاف. انا اتفق واختلف، يعني بقول بتفق في البدايه، لانه اتفق معك انه الشخص هذا الانيق اللي وصفته بالانيق يتعب على مصلحته، يعني تحس انه اجتهد، عرفت، ما اخذها برده مبرده. هذا بالنسبه للاول. بالنسبه للثاني انا بالعكس، يعني شوف، يمكن هي شوي سلبيه لما ناظرها بطريقه، وبس بطريقه اخرى نشوفها ايجابيه. اذا هذا الشخص يشوف انه مصلحته عندي، يعني انا عندي شيء او عندي خدمه او عندي حاجه اقدر اقدمها هو ما يقدر عليها. هذا هو 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 شهاده منه انه انا افضل منه في هذا الموضوع او في هذه النقطه او في هذا المجال. بس معليش، هذا الانسان ترى كان مؤدب. أي. يا اخي يتصل ويسال ويرسل، انت عارف انه ترى يبغى منك مصلحه. أي. ولكن الشخص اللي ممكن يحز بالخاطر او يضايقك نوعا ما، انه هذا الانسان كان هدفه الاساسي فقط انه متصل عليك اليوم او بكره او بعده او كل ما بين فتره وفتره
ياخذ مصلحته منه. طب خليني بقول لك اياها بطريقه مختلفه. يلا خلينا يلا بسم الله يا تقنعينا الحقيقيه. لا شوف هذا الانسان اللي الانيق اللي احنا سميناه انيق يعني وكذا لبسناها بشت طيب هذا الشخص ملكع اوكي يعني عنده ذكاء اجتماعي وعنده ذكاء يعني دهاء اجتماعي انه انا ابي منك حاجه وابي منك شيء بدعملك في عيد ميلادك بجيب ارسل لك ورد في ما ادري ايش بكلمك بس على الاقل قدرك واحترمك صح قدرك واحترمك هذاك الثاني عنده غباء اجتماعي عرفت فما هو قادر انه حتى يجامل ما يعرف مسكين فيبغى الشيء الفلاني يدق فانا ارحمه اقول والله الله يرزقني ويرزق مني الله يعني اذا ربي مسخرني لك واقدر اسوي لك هذا الشيء بسوي لك يعني صحيح. ليش لا بس انه يعني في المستقبل اسالي يعني كلميني عادي طيب استاذ خلينا نتكلم عن هذه المصلحه لما الشخص هذا انا اعرف زي ما تفضلت قبل شوي قلت هذا الشخص يعني بجيه أو إنه يكلمني من فترة فترة أو كل ما بغى مني شيء طب شو اللي أنا واجهه أو هل تشوف إنه صح إني أنا واجهه ولا أخليه؟ بالعكس ترى أغلب الأشخاص الأقوياء يعني حتى ما بين الصداقات خلنا نقول مثلاً إنه هذا الإنسان لو ما واجهته خلنا نقول أخطأ علي بحاجة معينة أو يعني كان اتصاله فقط لغرض معين لما ترى أجي وأنا أقول ترى معليش أنا والله أعزك وأحترمك وأقدرك جدا لكن ترى أنا يسوء لي ومرة يضايقني موضوع أنك فقط اتصالك علي ترى لحاجة معينة في نوعين النوع الأول بتشوف أنه بالعكس راح يحترم هذا الموضوع وفعلا أنا اللي جالس أسويه ترى في بعض الناس عن طيب نية صح يعني مو سوء نية طيب نية أنه أبغى منك حاجة معينة ما يدري عن نفسه أنه ترى كل ما بين فترة وفترة ما اتصل عليك إلا فقط لهدف معين النوع الثاني اللي هذا اللي يتكلمنا عنه من شويات اللي هو سوء نية لكن أنا أقول بالعكس واجه لا تقول والله أنا بكتم هذا الشيء في نفسي أو بكتم هذا الشيء بقلبي وترى هذا بعض الأوقات يقربك من الناس بشكل أكبر لما تجي وتتكلم أنا والله أعزك واحترمك وأقدرك بشكل كبير لكن ترى يضايقني الموضوع يعني معليش اعتبرها من 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 قوة الشخصية لما أنت تواجه الشخص اللي أمامك طيب من وجهة نظري بصراحة هذا إذا جينا مثلا نتكلم على نوع من أنواع التواصل اللي هو الاتصال ولكن في طبيعة الحال واقعنا يقول إنه إحنا نجتمع بناس حولنا هم يكونوا معنا لمصلحة معينة سواء أنا كنت صاحبة منصب سواء أنا كنت مثلا مشهورة وعندي متابعين وتيجي واحدة جيت بتدخل المجال فبالتالي تبغى أن هي تكون مثلا on spot أو يعني الواحد يركز عليها وغيرها يعني في بعض الأحيان الواحد يكون يعني متصالح مع نفسه يتقبل وعادي يقول خليني أنفعها زي ما حبيبتي مها كانت بتقول قبل شوي إني الله ينفع بي وينفعني لكن في ناس يقول لك أنا مو قادر أنا أحس إنه هذه فعلا قاعدة بتستغل يعني سؤالها واتصالها ووقتها وجهدها هذا كله لكن ما في شيء مستمسك أقدر أقوله بشكل واضح غير إنه هو شعوري فبالتالي لما أواجهها تقوم إيش تقول لي أنت حساسة أنت شكاكة في حاجة تقلب الطاولة إيه لا في شيء مهم أي. لا ترفع سقف توقعاتك مع الناس تمام. طبعا لا ترفع سقف توقعاتك أو لأنك إذا بترفع سقف التوقعات تقبل الصدمات صح يعني في بعض الأشخاص يقول لك أنا الناس اللي حولي من أقارب من أصدقاء من لا هذولي أنا لو طلبتهم عيوني أعطوني إياها تحمل الخذلان تحمل أنه يوم من الأيام تنصدم منهم بشكل كبير جدا لأنك أنت رفعت سقف هذا التوقعات ف يعني حتى على سبيل لما كنا نتكلم انه من شويات انه في بعض الاشخاص يخذل او ارجع واكرر هذا النقطه انه انت السبب الرئيسي انك رافع سقف هذا التوقع فلا تجي وتلوم الناس اللي حولك لا لوم نفسك لوم نفسك بهذا النقطه يعني هل ممكن سقف التوقعات هذا او العطاء الزايد عن اللزوم استاذ عمر يتحول الى واجب من أي ناحية؟ من الطرف الآخر يعني مثلا الآن في شخص معين يطلبني مثلا هذه المصلحة أو هذا الطلب يعتبر طلب ويعتبر مني يعني عطية ما هو بواجب أوكي. ولكن من كثر ما صار مستمر ومن كثر ما سقف التوقعات عند الآخرين بالنسبة لي صار مرتفع أصبح اللي أنا أسويه ما صار يعني فضل وما حد يعني إن شاء الله له فضل على أحد ولكن صار واجب صار إذا ما سويته أو ما مداك تسويه أو ما كان هنا عندك وقت هنا الموضوع يختلف صار هنا الموضوع يختلف أنه أنت ضعف شخصية صار الموضوع أي.
ضعف شخصية. يعني أنت الآن جبرت الناس أنه لابد أني أسوي لهم هذا الموضوع بالضبط، لابد أني أنا أعمل لهم هذا الشيء. لا معليش، ترى الموضوع هنا يرجع إلى ضعف شخصية فيك. لازم أعطي، لازم أرضي الجميع، لازم أنا أخلي الجميع مبسوط مني. خلاص أنت رافع السقف هذا تماما، فلما تلقى منهم أنه والله اليوم مو راضين علي، فأخذل بشكل كبير وأصدم بشكل كبير جدا. وهذا الشيء ممكن حنا نلاحظه مثلا أصحاب المناصب. نعم، تلقى صاحب منصب، منصب كبير، كان متعود دائما على الرسائل والناس اللي حوله يتصلون ويعطونا التبريكات، في يوم من الأيام فقد هذا الموضوع. السبب كان رافع السقف التوقعات بشكل كبير جدا. صح. تركوا الناس، كانوا حوله فقط الناس اللي حابينه لشخصه لذاته. وهذا ويصير بشكل كبير طبعا. لما ترجع مثلا بعض العيادات النفسية وتتكلم معهم ويقول لك نسبة كبيرة ترى من الأشخاص اللي كانوا أصحاب مناصب أو ماسك مكان معين أو صاحب شركة أو صاحب جاه ترك هذا الموضوع طبعا. لأن الإنسان لازم يفهم أو يستوعب أن لكل منصب له امتيازات، هي امتيازات طبعا. وظيفية، بتروح الوظيفة طبعا. بتروح هذه الامتيازات. طيب السؤال المهم هنا، أنا كيف أبني علاقات يعني إيجابية مع محيطي؟ القاعدة أقول اللي قلتها أني أنا ما أرفع سقف التوقعات. أديني بعض النصائح اللي ممكن إحنا نحمي نفسنا من الخذلان وفي نفس الوقت نحافظ على علاقات إيجابية مع المحيط. شو ما في أحد فينا ما يوم الأيام من صديق، من قريب، من أشخاص، من أصدقاء مقربين ما خذل يعني في حاجة معينة طبعا. فهذا أمر طبيعي. بعضنا يكون حساس بشكل كبير أنه أنا استحالة في يوم من الأيام، لأنه أرجع وأكرر النقطة الأساسية أنه كان يتوقع أنه الأشخاص اللي حوله أو مثلا الأشخاص أنه مستعدين في يوم من الأيام يعطونا عيونهم، فيقول ليش أنا ليش أخذل؟ لا، تذكر أنك أنت عايش في حياة، أنه ممكن تخذل، ممكن يوم من الأيام تنصدم، ممكن من يوم من الأيام يعني يتعامل معك الشخص على فقط مصلحة معينة. كل الناس ما هو بسواسية، في ربي خلق هذا الإنسان الطيب وخلق هذا الإنسان والله المحترم وخلق هذا الإنسان اللي والله هدفه الأساسي أن يضرك رغم أنك أنت ما سويت له شيء. لا بد أنك تتقبل هذه النقطة. صحيح. إن كان تقبلت هذه النقطة سبحان الله تحس برضا عجيب جدا. طبعا طبعا، رضا في منطقة محمية. تفضل. بالضبط، مو عشان كذا أنا يعني هذا الموضوع يجيبنا إلى السؤال بطريقة مختلفة أو بالعكس، اللي هو هل فعلا تتوقع أنه في علاقات مبنية على غير المصلحة؟ يعني في علاقات 0% مصلحة؟ لا، في الجنة هذه من الآخر. لا، هذه في الجنة يعني مستحيل، لأنه أرجع وأكرر حياتنا كلها مبنية على مصالح، ولكن أنا أنتفع منك في يوم من الأيام وأنت تنتفع مني في يوم من الأيام. يا أخي حتى يعني لما نرجع على زمان قبل شوية، ممكن أمي كانت تأخذ من جارتها مثلا والله كيس بصل ولا أمر طبيعي، هذا منفعة. ترى كيس كثير بس بصلتين كفاية على الطبخ. هذا أمر طبيعي. صحيح. جدا جدا. صحيح. إحنا لابد نتقبل هذا الموضوع. صحيح. إن حياتنا مبنية على منافع ومو عيب، وبالعكس انفع الناس. يعني دائما اقول لك اعط الناس، اذا ما كان فيه شيء ضرر لا عليك ولا على اللي حولك انفعهم واعطيهم. يعني احنا في الاخر مجتمع لابد انه تكون في بيناتنا علاقه طبعا. ولكن لا شيء مطلق زي ما ذكرت، انه لا تكون في ثقه مطلقه ولا سقف توقعات عالي. استاذ عمر، نشكر وجودك اليوم معنا، نورتنا. الله يسعدك، شرف لي والله اكون معك. اهلا وسهلا. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل باقي الفقرات. مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وأكيد زميلتي رؤى، ونشوفكم بكرة في أمان الله.